حاول كل حال أمي، وبعدين هي تقول له كيف حال أبويا؟ قال لما تريدوا شيء ما تترددوا. أنا أخاف ما يرضى. خير إيش عندكم؟ أشوفكم ما طبيعيين اليوم. تعالوا هنا تعالوا. إيش هناك فرحان؟ يا سلامتك، كيف ما في شيء؟ إذا ما قلنا له من بيعطيني؟ وبعدين معكم انتوا، لا انتوا اكيد عندكم شيء مترددين تقولوا له. قولي فرحان ايش عندكم؟ قولي سميره. واه نحن بغيره. قولي لي انت سميره. لا انا واخي فرحان. قول انت. عجيب المساله، بعد تبع معازمه بعد الله يهديكم اولاد انتوا، يا تقولون يا اروح انام عنكم. لا بنقول باه المدرسه مسويه رحله للمنطقه الداخليه، وانا بغيت اشارك معهم. انزين وانت سميره؟ أنا بغيت أشترك مع جماعة النشاط المدرسي. وهذه المسألة يا أولادي بعد يبغالها تردد الله يهديكم أنتم. الرحلات يا أولادي منها فوائد كثيرة. أول شيء أن الواحد يتعرف على مناطق البلاد الكثيرة والفريدة بأثارها وقلاعها وحصول. وثاني شيء يكتسب صفة الاعتماد على النفس. وثالث شيء تغرس في روح المساعدة والتعاون بينه وبين زملائه. باه أنت تعرف كل شيء عن موضوع الرحلة، وأنا اللي كنت متردد أني أقول لك. هذه غلطتك يا ولدي، ولو نفرض اني انا ما اعرفش عن الرحلات وفوائدها كان المفروض انك انت تنبهني عليه. المهم ان المشرف طلب من كل المشاركين انهم يساهموا بريال واحد. بسيطه يا ولدي، ريال واحد عشان الرحله وفوائدها بسيطه. وانت يا حبيبتي ايش طلباتك؟ انا نفس الشيء، ريالين وقطن وخرق للنشاط المدرسي. طلبوا انتوا، طلبوا عددوا كل يوم، ما اعرف ورث من هنا لين ما يتخرفوا منا كل يوم. مره ريالين حال النشاط المدرسي، مره ريالين حال الجمعيه، وغيرهم حال التبرع. ابوي بن شرف لا سمحنا على ذي الحاله. نعم صبري يا سعيد، الله يهديك صبري انتي. ايش هذا الكلام معك انتي قدام الصغيرين بعد؟ خذ ابوي فرحان هاي ريال، وهاي انت ابوي ريالين، وباكر ان شاء الله بجيب لك الاغراض الثانيه القطن والخلق. يلا وسيروا تاكلوا الحين. يلا عاشوا ابوي عاشوا. مشكور بابا. بروح انام انا عنش. تو انت تعال. ايه تعال، ايش اللي سويته مع الصغيرين خبرني؟ اذا كانوا زايدات فلوسك اعطيني انا بذخرهم، يا ضريهم على الفلوس. اللي سويته يا سعيده هو لازم يصير. اولادك كانوا مترددين يخبروني عن مواضيعهم لانهم كانوا خايفين اني اردهم. شوف انت. وبعدين؟ وقبل بعدين تقولين عنها يا سعيدة فكري معي، لو ما قبروني وقالوا لي نبغي كذا وكذا كيف بيتصرفون أولادش؟ ها؟ ما أعرف أنا إيش دراني؟ إيش دراش؟ أنا بخبرش. إذا ما عطيتهم يا سعيدة أولادش شأنهم يسرقوا أو يطلبوا من الناس، فهمتي؟ فرحان وسميرة يسرقوا؟ سميني ربيت؟ هيك علي هيك لك مقفي بها. رايح ملكت واحد من الشباب شوي عاز مني. زين يا ولدي سيب الملكة لكن لا تتأخر عدتي، ولكن ذاكرة إن شاء الله إن شاء الله. هي وأقول مرة ثانية، لو أنت ما تطلع من البيت استأذن من أبوك أول شيء. هي ذاك ذاك بس تعال وطلع بها. حمو مو طفل صغير ولازم استأذن؟ ما قلنا طفل صغير، أنت رجل كبير لكن عقلك صغير وبس. فهد با خلي بالك على عمرك. ان شاء الله ان شاء الله. سعيدة يو مرتاحة؟ الحمد لله. ثانية، لو عندما تطلع من البيت استأذن من أبوك أول شيء، أنت رجل كبير لكن عقلك صغير وبس. ليه متى هذه المعاملة؟ ليه متى؟ لأني صغير أو ضعيف الشخصية قدامهم، لأني ما أقدر أسوي أي شيء إلا موافقتهم. ليش؟ ليش؟ Thank you.
وبعد خوفتيني. كيف خوفتك الله يهديك؟ خبرني، مو جالس تفكر؟ جالس افكر في العمل، في الشغل يا خديجه. مو هذا الله يهديك خلفان، مو هذا، حتى الشغل جايبنا علينا البيت، ما يسد انت طول النهار برا. الا علشان البيت والاولاد يا خديجة، انا برا اشتغل علشان البيت، علشان اريحكم. ما هذه سالفه بعد. ما حد قال غيرك ذاك خلفان، بس الاولاد صاروا ما يشوفوك، تخرج الصباح قبل ما يروحوا المدرسه، وترد بالليل بعد ما يناموا، ما صارت الله يهديك خلفان. بيشوفوني باكر. تصبحين على خير. مو صاير الا خلفان هذه الايام. فرحان اشوفك زتت ثيابك، مو باغي تعزل من حتتنا، مو تتركنا وتسير يعني؟ احضر اغراضي للرحله. بغتي الرحله زين؟ احنا بعد الاسبوع الجاي بنروح الرحله الى مصنع التمور. يا سلام، نوبة انت ما جاي يفوتش. زين يوم تسيروا جيبوا لنا صوغات تمور عمانيه حاويه تكون. اقول يا اولادي سيروا قدامكم الرحمن، لكن انا اقول اي شيء تبغوا تسووه سووا، اي شيء تريدوه المفروض انكم تخبروني به. مشي ما اطيق انه ما تخبروني عشان ابوكم يعرف وانا اخبره بعدين. سمعتي؟ قالت اللي يريدون صوبي. زين تراني اسمع. ما يو انا بغيت اقول لك. ما مشكله فرحانه انا موافقه، بس انا ما قلت مواري. اصلا انت من غير ما تقول بس بمجرد انك تريد فانا موافقه على طول وعرض بعد. انزين ما انت سمعي بالاول. انتوا لا تخافوا لا من الاول ولا من الاخر، اللي تبغوه انا بوافق عليه. ما يو انا بغيت اروح العب مع اولاد الحاره. سير يا حبيبي العب ويا اولاد الحاره ولا اولاد الجيران. اروح؟ هي نعم سير توكل. احسن لي اروح قبل لا تغير رايي. ما نعم انا بغيت اروح العب مع صديقتي رقية. سير يا بنتي خطي انت بعد. اي نعم هذا اللي مفروض يصير، اولادنا المفروض ننفذ طلباتهم وعشان بعد ما يزعل علي سعيد. ما ظني انه بيزعل علي. يا ريت كمبوتا. كلي. لا ما اريد الصدقات، لا تاكل من الشارع، ما سمعتيها؟ الاكل ما في شيء زين. لا ما اريد. انزين يا الوالده وبعدين. نعم نعم انتوا الله يهديكم لا تجلسوا كل يوم تتنازعوا. نعم الله يهديش يا الوالده، كنكم باغي تقسموا الورث بينكم. بعدين انت خبري الوالد العزيز، قولي له هل الله فهد لا يجلس كذاك ينهتر فيه وينازعاته. هو ما صغير وسعيده. أما سعيدة سعيدة ناديني، زوجي ناديني. مع السلامة، توب أتصل فيش بعدين. مع السلامة. أنت هني وما تردين علي؟ هيش هناك معك سعيد، تشوفني مشغولة في التلفون مع الوالدة العزيزة كالمها. وهين الصغيرين؟ صار لي ساعتين جالسني ما أشوفهم، طرشتيهم مكان ولا شيء؟ لا والله ما طرشتهم مكان، بس أنت مو تبغى لهم الأولاد، خليهم ياخذوا راحتهم يتفرقوا. ياخذوا راحتهم؟ اسمع رطنة جديدة اليوم سعيدة، ما هي العادة؟ كيف يعني رطنة جديدة؟ هاي هي لغتي العربية، هي واضحة، وبعدين ما صاير شيء عادي. عادي ها؟ العادة تنوحين على راسي، هين ولادي وهين ساروا، وخايفة عليهم، واليوم تقول خليهم على راحتهم، خير ايش هناك؟ ايش اللي صاير؟ خير سلامتك يا أبو فرحان، ما صاير شيء، بس أنا نفذت كلامك اللي سمعته أول بأول، نعم. عجيب. وإيش هذا الكلام اللي سمعتي مني ولفتي؟ لا 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 يا سعيد، فؤادك هين رايح اليومين غايب. أنت أمس ما خبرتني، قلت لي إنش يجب أن تعاملي أولادش معاملة لطيفة وزينة، ويجب أن لا تعامليهم بقسوة، وأنا عاملتهم بطيب وزين، وبعدين إن المفروض إني أنا نفذ طلباتهم، نفذت طلباتهم على أتم وجه.
هذا إذا كان اللي يطلبوه ما يضرهم يا سعيد. انزينوا بعدين. ولا قبلين يا أبو فرحان، كل ما في الأمر فرحان حبيب قلبي إنه طلب مني إنه يروح يلعب في الشارع مع أولاد الجيران فأذنت له. وغمك يا سعيد. وسميرة؟ هاي بطني عوني، هاي بطني. بطني عوني. ما تعالي سميرة، بطنها يعورها. ما تعالي لحقي. هاي بطني. سميرة أمي مالش، مو فيش حبيبتي مو يعورش. بطني خالة يعورني. خلفان وخلفان حقني على دهجة. تعال خلفان، تعال. والله يا صاير عندك؟ ايش صاير؟ دهدي 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 سيفي تخير. ايش صاير؟ ها خلفان سميره بطنها يعورها. بطنها يعورها؟ زين انا يا خديجه مشغول وعندي عمل. اتصلي بامها خليك اياها. اتصل بسعيده؟ سعيده بتاكلني بلسانها. هيا هيا قوم قوم وديها المستشفى. زين زين كل اللي تنازعني زين خبرني انا بايش اخطات هذه المره. ضاهيه ضاهيه، ما تعرفي ايش سويت يا سعيده. يا سعيده انت حاولت تنفذين اللي قلت لك عنه لكن نفذتيه بالعكس. نوبه كيف بالعكس سعيد؟ كيف انا قلت اسمعين منهم يا سعيده، ولما يطلبوا طلبات ممكن تضرهم، ما توافقين على طول، واذا وافقتي يكون بشروط. وطلباتهم في ايش ما تضرهم؟ فرحان طلب يلعب مع اولاد الجيران في الشارع. هي صحيح. وسميره طلبت تروح بيت جارنا خلفان من الظهر. ها هي صحيح. سمعيني زين، سمعيني زين يا سعيدة. أبويا سمعك زين يا ولد الطاغي. سمعيني يا بنت الحافي. هيا هيا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو هذه حالة؟ هذه بالله عليك حالة؟ شو مساكين كيف الدم يقطع من المرقولة ودينا؟ مو البلية حبيبي أحباب أنت. أبويا ما منك أنت، لا ما منك، هذا من أبوك أمك يبغى لهم ضرب بهالعصاية. لا 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 سعيدة واحدة. ايه قبل لا تخبط ابوش. شوفي حالك ولد شه، شوفي حالك. علامك يا ابوي، علامك يا مظلومي، علامك يا ابوي، علامك يا مظلومي. اول هيدي هيدي بالشوارع وسكيك، لكن ما بلش انتي. هذا الغبغه بعيد عنكم، لو مرقش انتي وزوري بهالعصا الي سيح روحكم كما مثلا. ما تجي وقف. نعم يا الله، علامك محروس يا فرحان. من جوابك كذاك؟ من انت قاعد تلعب وبعدين طحت فيه. أبويا أزيدش من الشعوبات. ما عدنا ازدادت. إيه ماش ماش زادت زادت نص. أبويا يوصلنا سياقة. نعم هو يتخطى الشارع. لكن يمكن كمالياتهم. يا الله. لكن ما منكم من هالعصا هذي أبعد عنكم العصا. لو وصلكم بهالعصا أنت وزوجش كان مثلا ما تعيدوها. هنا زوجي زوجي هنا. معقول. سعيد. سعيد. واحد. واحد. ها فرحان مسوي كذا. من عور النك. يلا روحي داوي بسرعة. روحي يلا. إن شاء الله يا والله. سير داوي يلا. وابوي ايه توعد عاد توعد. سيري داوي توعد مو سيري داوي. اول همله وهيدا في الشارع. يا عمي هذا كله من بنتك علشان تريحها، قالت اروح العب في الشارع. ايه توعد عاد توعد. كل واحد يعق مسؤوليه على الثاني. انت تقول من سعيده وسعيده تقول منك انت. لكن ما منكم انتوا هذا هالعصا بعيد عنكم. لو امرك بالعصا لا تسيح روحك انت وسعيده كانت مثلا ما تسوقك. هي نعم. عم انت كذاك معصب علشان فرحان ولا شيء ثاني؟ ما اعتقد علشان فرحان. لا 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 ما اعتقد. عقب علشان من؟ كيف فرحان ود بنتي وحفيدي؟ الله اكبر الله اكبر. بس يا عمي ما اظني على فرحان، اكيد في شيء ثاني اكيد. عن يكون شيء مهم وهم منك وانت معصب هالصوره هذه؟ عندك مشكله ولا شيء؟ فلوس ولا حاجه يا عم؟ مالك سعيد ذاك؟ الله يهديك ولدي. مالك؟ قلت لك فرحان حفيدي 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 ثلاث مرات. مالك؟ عرفنا ان حفيدك. استريح انت الحين، استريح استريح. استرحت. نعم العن الشيطان يا ولدي يا فهد. انتظر ابوك لين يجي، لازم تسمع كلامه، لازم تستاذن. يعني ما يصير اطلع من غير ما اقول له؟ ما يكفيني خبرش انت يا الوالدة؟ أبوك خايف عليك يا فهد. أها من إيش خايف علي؟ من إيش؟ أنا ما صرت صغير. أنا مليت صراحة من كلام الممنوع والمحظور منه. أنا أريد أخذ راحتي شوية. فهد انتظر شوية، أبوك تو بيجي. أنت أنا بعرف ليش مستعجل. إن كان انتظرته بتخسر.
أنا خبرتش بصراحة ومن إلقى عاد تقولي لوحدش. يا فهد يا ولدي اسمع الكلام، انتظر أبوك لين يجي. أبوك يبغى مصلحتك، يبغاك تكون الأحسن يا فهد. أكون الأحسن بتحكماته معي؟ أبوك ينصحك. أبوي ينصحني؟ أبوي يأمرني وبس، غير هذا ما مقبول، ما أسوي أي شيء إلا بإذنه. أنا طالع. يا فهد الوالدة الله يخليش بزيادة عاد، أنا خبرتش ومن يرجع قولي له، أنا ما بتأخر بعد. هذا الولد ما يسمع الكلام البر، الله يرحمنا بس من لسان سلوم. يا الله. كيف فرحان الحين؟ والله أنا أحسن شوي عن أول. إيه الحمد لله. سعيدة. يا. هنا حكيتي سميرة ما أشوف أقبالك بالبيت. هتلعب. وأبوكم وأبوكم ماكم الله يهديكم خلي الباب يصيح. أي خسركم كهرباء؟ زين سرنا يا عمي سرنا. ماشي بس بنتي ماشي بس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي. كيف الحال سعيد؟ بخير إن شاء الله. سميرة إيش اللي صاير؟ خير؟ بدل كل خير. سميرة كانت تلعب مع القية وما أعرف إيش كلت وحست بألم، وبعدين أنا شليت عاد الدختر. وإيش قال الطبيب؟ الطبيب قال إنها بخير الحمد لله. سميرة علامة يا بنتي تتليك ذاك علامة؟ وافقي مالها؟ هذا شيء؟ هذا شيء من إهمالك من سعيد سعيد ما يدري أنت؟ خلا يا بنتي داخل خلا. سعيد اخوي سامحنا بصراحه احنا ما انتبهنا لها، لكن الحمد لله الحين طمنا الدكتور عليها وقال انها بخير. لا يا اخي فاني يا اخوي انت ما قصرت، قمت بالواجب وزوت. الله يخليك هذا واجب. نعم تفضل اخوي سعيد تفضل. احسنت طال عمرك، انا عندي عمل بمشي عنكم. يلا خلاص. غلبان. نعم ايش يا ابا؟ والله عمي سلوم انا ساير المكتب الحين عندي شغل شويه. عجب اقول شيء؟ نعم. ما له ساعه؟ اي وصل عم مسلوم. اي والله عاد بك ان شاء الله. اي والله عم مسلوم. يلا عاد ما تعبك بيكم. لا لا فعليك واجبها تفضل. ها ما له شيء. ما له ابوي ما له. يلا يلا سعيد اخوي مع السلامه. حياكم الله خير. اقول سعيد خير. اسمعني خير. انت ما وصيك هل هلف اولادك انت قمت منهم بسكيك؟ سمعتني؟ ان شاء الله عمي ان شاء الله. خير ما له. ما له. ما له سعيد. ما له عمي في ما له. مع السلامه. مع السلامه اخوي خلفان حياكم الله. يلا يا عم سلوم انك هياسة هياسة. ها على ما اظنك عرفتي غلطتك. عرفتها يا سعيد عرفتها وتوبة توبة ما اعودها واخليهم مرة ثانية يطلعوا في الشارع، احنا بيجلسوا في البيت. لا خليهم يطلعوا ولكن بشروط وبمواعيد. الاولاد وتربيتهم في هذا السن تبغى لها حكمة. صحيح نعاملهم هداوة لكن نحسب ألف مرة قبل ما نخطو أي خطوة حتى ما نوقع مثل هذه المصايب دفعة واحدة. أنا أعترف أني غلطت هذه المرة يا سعيد، لكن إن شاء الله مثل ما قلت لك ما أعودها. لكن أنا أقول أيضا أن معاملة الأولاد وتربيتهم المفروض أن أنا وإنت نتقاسمها، وهذا وعد مني. اطلع يا جميل اطلع. إيش هذا ولد هذا بالله عليكم ولد هذا؟ إذا أنتم بعد ما جاي البيت مو هالبلية مو هالمصيبة وحدي مش قناعة مش قناعة مش قناعة. سلوم مالك إذا أنت وما غافي؟ جالس أنتظر هذا المطاطر هذا ولدش هذا اللي فكر نفسه أنه سوى القاعد. آه ولد ما صغير الله يهديك يا سلوم. بعدين انتظارك هذا ما إله أي سبب. ما إله أي سبب؟ كيف ما إله أي سبب؟ أنت يا أم سعيدة ما سمعتي عن الأولاد اللي في سنه إيش يسويوا هذه الأيام؟ لا 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 لا, لا. فهد ما ممكن يكون منهم البر؟ بعدين هو تربية دينك يا سلوم. عشان كذاك يا أم سعيدة أنا لازم أكمل معاه، لازم أحافظ عليه وهو في هذا السن. سلوم خل دخلنا، انتظارك هذا ما إله أي داعي، أنا داخلة عنك أنام. كيف ما له داعي؟ كيف ما له داعي؟ كيف ما له داعي؟ أنا لازم أضحك لهذا التطيب اللي في ولدي. ايش يا ربا؟ رايح نام؟ ايه
من هين كنا قاعد تسحب لي كأنك مسير الليل؟ كنت عند واحد من أصدقائي له ذاكر. الذاكر؟ إيه. الذاكر إيه. إنزين حبابي يوم تبغى تصير ذاكر مع أحد من أصدقائك ليش ما تستشير أبوك أول؟ الوالد أنا ما شايف هناك داعي إني أخبرك وين رايح ومتى جاي، ما في داعي إنك تعرف. وإذا عرفت يا فهدان يا ولدي مو ينقص منك النص يعني؟ لا لا أبدا، بس بصراحة أنا ما أحب حد يقيد تحركاتي وبس. اسمع يا فهدان، سمعني زين، طالب المدرسة له المدرسة والمذاكرة وبس. والشارع ممنوع. النادي زين ممنوع. زيارة الأصدقاء والمعارف ممنوع ممنوع ممنوع. أريد أعرف المسموح عندك. المذاكرة وبس. عادل، ليش ما أعطيت أمي وأبوي شهادتك؟ درجات أضعي في هالشهر وأخاف أبوي يضربني، أمي بعد تجلس تتنازل. بس هما لازم يعرفوا وأبوي يوقع على الشهادة، أنت لازم تعطيهم الشهادة. لا ما أعطيهم. أنا بخبر أمي. لا رقية أنا أخوش. لا أنا لازم أقول لها. هرقية مو هناك عندش تكلمي خير؟ لا لا ما في شيء. أنا ما كلمتك أنت، تكلمي رقية إيش عندش؟ ايش هناك؟ ما عادل جايب درجات ضعيفة وما يريد يراويكم الشهادة. كيف؟ وين هالشهادة؟ ليش درجاتك ضعيفة؟ ما عادل ما كان يذاكر، كله يلعب، وانا دايما اقول له ذاكر، هو يقول بعدين. ليش كذاك يا عادل؟ ليش درجاتك ضعيفة؟ ليش ما تذاكر؟ ما انا اذاكر بس. بس بس ايش؟ لكن ما دام ان ابوك لاهي عنك اكيد ما بتذاكر. خلفان. نعم. ها خير، ايش بعد هناك؟ بغيت اكلمك موضوع عن ولدك عادل. ايش في عادل؟ عادل وصلت شهادته. الو راشد، اسمعني راشد، ايش هذا اللي جالس يصير في عمارة عمر؟ حرام يا جماعة، ما زين. طيب اذا الاسمنت ما وصل انت ليش ما تتصل بالمخازن؟ يا راشد هذا اللي تسووه يا جماعة الخير بيعطل علينا اعمال كثيرة. خلاص زين، خلاص خلاص انا بتصل بالمخازن، بس انتوا تحركوا شدوا الهمة شوية. هم غريب العالم هذول، لازم يشتغلوا ويبغوا حد يوقف على راسهم كذا واقف. خلفان انا ما كملت كلامي. لحظه لحظه يا خديجه، خليني اتصل بالمخازن شوي. ايوه مخازن، خلفان معك. يا جماعه يا جماعه هذا اللي جاي يصير ما يصير، حرام عليكم، احنا متعطلين والسبب هذه. طيب انتوا ليش ما طرشتوا الاسمنت؟ خبروني. السياره خربانه، وانا ايش ذنبي اذا كانت السياره خربانه؟ اعمالنا كلها متعطله علشانكم انتوا. اسمع يا اخي اسمع، انت لازم تدبر نفسك ولازم تتصرف. أنا عارف، إذا خلاص إذا كان السيارة اللي بتشيل الأخشاب ترجع مرة ثانية وتشيل الأسمنت. طيب طيب طيب، مع السلامة مع السلامة. أبغي أرتاح شوية. أروح أغرف لك الغداء. يا خديجة يا خديجة، أنا أكلت لي سندويكة، بس المهم إني أريد أرتاح الحين، ممكن؟ خلفان وصلت شهادة عادل ودرجاته ضعيفة، ولدك ما يذاكر. طيب إيش تبغي لي أسوي له؟ خليه يذاكر، اهتم فيه. يا جماعة أبغي أرتاح، حرام عليكم. ذاكر له أنا وهو إيش يسوي؟ أما غريبة، الناس صحيح تنشغل في أعمالها بس عاد ما لهذه الدرجة. فهد. نعم. من هين جاي تو أنت؟ من هين جاي؟ من درسة. من هين جاي؟ متأخر 9 دقائق عن موعدك الأصلي. بات تعرف الإشارات وزحمة السيارات الوقت يروح صح؟ أقول في هدان، أنت في أي صف باه؟ في الصف الثالث الثانوي. إيه في الصف الثالث الثانوي. الصف الثالث الثانوي في هدان معناه
انك لازم تجيب مجموع زايد مجموع زايد مجموع علشان تدخل الجامعة. تسع دقائق من تأخيرك في اليوم الواحد حسبهن عد في الشهر كم يطلعن؟ با الله يهديك، تعرف ولدك فهد مرتب وقته وحاسب حسابه. أوش لازم تذاكر دروسك زين، توقعك تتغدى وتذاكر. اتغدى وذاكر على طول يعني؟ هي بس انا متعود بعد ما اتغدى انام شويه وريح ومن اصحى ذاكر بعد. خلي عنك هذا الكلام، خلي عنك هذا الكلام، اسمع كلام ابوك، ابغاك توصل الذاكر. انت 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 خدامك هذا الامتحان اللي يسمى، مو يسمى الامتحان هذا هي امتحان تجريدي. بس يا ابوي تعرفت ان لا بس ولا شيء، اسمع كلامي، خطب خدام شوفك سيبك. كل شيء غصب غصب والله. الله ولدي وانا احب مصلحته. ويا ليلى دانا الا دانا، ويا ليلى دا الله الا دان، يا ليلى دانا لا دانا، ويا ليلى دانا الا دانا. كأنك ناوي تخرج. اي نعم ناوي اخرج، عندي عمل، عمل ضروري ولازم اخلصه وبسرعه. ما صارت هذه خلفان، جلس عند ولدك شوية على الأقل، ولدك ما يذاكر. خديجة يعني أنا الحين فاضي تشوفيني أنت فاضي؟ يا خلفان جلس عند ولادك، وفر شيء من وقتك حالهم. ما صارت هذه، ولدك ضعيف في دروسه. خلاص خلي الأستاذ يذاكر له. ولدك يتردد يسأل الأستاذ. يا خلفان على الاقل جلس ولو شويه. اوهو خديجه انا عندي عمل، عمل وعمل مهم ولازم انجزه. يعز يلا مع السلامه. مع السلامه. امي شفتي شفتي ابوي كل يوم ما راضي يجلس معي، خلاص انا بكره ما اروح مدرسه. لا لا يا ولدي ما تقول هذا الكلام، عندي دروس كثيره ما فاهمها، انا ما قادر اذاكر. يا ولدي كون رجال وتشجع وذاكر زين وإن شاء الله بتنجح. أنا أريد أسأل سؤال، ليش فرحان أبوي ذاكر له وأنا لا؟ يا ولدي أبوك دائما مشغول شغل، ومن يفضى إن شاء الله بيذاكر لك. مشغول 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 كل يوم مشغول، خبريني متى يفضى. الله شفتي كيف يا بنتي، هذا اهل الصحة كان المفروض انك با. ها شوف هذه المسألة صحيحة. اشوف تعالي استعان تعالي. ممتاز صدق، خلي اجابتك كاملة عشان تاخذ الدرجة النهائية. يعني يا ولد انت حليت المسألة صح، بس تعرف جزء أربعة يساوي كم؟ يساوي 2. ممتاز، وأبغاك دائما تكون كذا حتى تاخذ درجات الممتازة كل شهر. با خير، إذا نجحنا السنة هذه ايش بتجيب لنا هدايا؟ بجيب لكم اللي تريدوه ومن هذا الشهور بعد. با أنا أريد كرة دولية علشان ألعب فيها فريقنا. حاضر بشتري لك كرة دولية، ولا يهمك يمكن تطلع لاعب دولي بعد. وانت يا سميرة؟ انا ما بتشرط اللي تجيبه. يا سلام عليك يا بنتي، ما تشرط مسكين. ولا يهمش يا بنتي متنجحين، على شرط اجيب لك حبة شاكليت. اشوف الوجه تغير. لا ما في. ولا يهمش يا بنتي، انا بشتيك لعبة شطرنج، اعرف ايش تحبين هاللعبة هذه. يلا الحين ذاكر، يلا يلا ابوي انت ذاكر، خير ذاكر يلا يلا. هنا احنا كنا هين كنا هني. يخطب جالس يخطب. عافية دينا اتفق. اتفق؟ ايه. لا اله الا الله، ملثم ملثم. انا حد يعرفه شيء. واحد يوم سعيد انا هذه المسلسلات وهذه الافلام ما تعجبني. مالها؟ ما تعجبني تتغفيني. تتذكرين من زمان جابونا مسلسل في التلفزيون. بدوي هو بدوي. في خيول وفي جمال وفي ناس عايشة ماسكين سيوف. مو اسمه ما اعرف، نسيته. لا خلنا ذكر. هي هي
هي ذكرته هذا اللي يسمى وضحى ولد شعبان. ما هو مالك انت ما تعرف الاسم الله يهديك؟ هاي وضحى وعقلان. ايه وضحى وعقلان. ايه هو ذاك يا من محلانا في الفيلم. محلو محلانا. ايه غاوي كان مشبطين مغبطين الحين بغالوا ويانا ترى ضربوه شي في الراس. اتفق. ايه ابو فهد. ابو فهد. نعم. مالك جلست ما انت تابع ذا الفيلم؟ هذا فيلم اجتماعي مفيد جدا. ممنوع فهد با ممنوع. مذاكرة تراني بالصباح ولا في الغربة قاعد اذاكر وعلى اشوف ذا الفيلم وارجع ورا ها مشكلة عادي. قلنا لك ممنوع 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 وخاصة هذه السنة. هذه السنة ما فيها تلفزيون فيها مذاكرة وبس. أنا باغي أعرف باغي أعرف أنت ليش تحرمني من كل شيء ليش؟ يا ولدي يا فهد أنا ما حرمك من شيء لكن أنا أبغاك تنجح أبغاك تذاكر دروسك. أنا أبوك يا ولدي وأدرب مصلحتك. هي نعم. ما كذاكم سعيدة؟ ما كذاك كلامك ما صح. خلي شوية الأولاد يشوف التلفزيون يخلاف يراجع. لا ما يشوف التلفزيون ولا شيء. أنا كلمتي واحدة كلمتي مطح الأرض. ممنوع 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 ثلاث مرات وهذا التلفزيون. هذا التلفزيون وبنته بس هي. حتى التلفزيون بعد والله المسكون ما يتعامل كذاك. مالكم انتو ما يتعامل كذاك. تلفوني رن سكت. ألو ها فهد. هي فهد ها هي هذا منزل فهد. فهد وابا تلفون عشانه. لحظة ام سعيدة. هلو من انتبه هذا سلوم يتحدث. هي انت صديقه بدل ما تخلي ذاكر تقوم تشغله بالتلفون فما لا با سلم على ابوك انت فاضي با ما عندك شغل. حتى التلفون ممنوع بعد. حتى التليفون ممنوع يا فهد يا ولدي. انت ولدي وانا احب مصلحتك بس. عادل يا عادل تعال تعال يا ولد تعال تعال معي اريدك معي في المطبخ زين تعال 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 يا ولد تعال يا عادل. اجلس تفضل اجلس. عادل هذا الشهر بعد درجاتك ضعيفه يا ولدي. ليش انت ليش ما تذاكر؟ في حد بالبيت ما يخليك تذاكر؟ انت ما تريد تنجح؟ اريد استاذ بس. بس ايش؟ تكلم يا ولدي. زين انا كنت رايد ازورك في البيت واشوف والدك واكلمه بس بالاول انت خذ هذه الرساله معك واعطيه اياها بنفسك. تفضل يا ولدي. استاذ ايوه تقدر تروح لكن ها وصل الرساله لابوك واعطيه اياها بنفسه ها. يلا تفضل مع السلامة. خذ. هذه رسالة من عند المشرف الاجتماعي. رسالة كاتب نريدك الأمر ضروري. ما نوضح في رسالة المشرف الاجتماعي يا شبغة. خذي يا خلفان. لازم تروح له وتجلس معاه وتشوفه يا شباغي. لا روح ولا عندي خبر. وبعدين انا ما عندي وقت ما فاضي. وخبري عادل اذا المدرسه تريد تبرع حاضر بطرش تبرع هذا معاه. مع السلامه. يا خلفان ولدك ضعيف في دروسه وانت تقول لي تبرع؟ يعني خلاص حياتك صارت فلوس وفايده وشغل. خديجه هذه هي لغه العصر الحين. هذه وبعدين خبريني انا اشتغل لمن؟ مش علشان عادل واخوانه وعلشانك انت؟
خديجة أنا ما فاضي وراي أعمال كثيرة ومع السلامة. يا خلفان لازم تروح وتشوف ولدك وتحسسه إنك أنت دائما واقف معاه. يا خديجة أنا عندي عمل ومستعجل ومع السلامة ما فاضي. صدقيني يا سعيدة حاولت أصدقك. أبوي مسوي لي مثل القيد، حاد من حريتي. أما من ناحية حاد يا أخوي فهد، أبوي الأيام شايفتنا حاد كما السكين مستوي. نعم كما السكين دوكم. هاي ما حاد كما السكين سعيدة، يعني قص ها. حاد من حريتي يعني ما يخليني أتحرك، ما أسوي أي شيء إلا بإذنه، وإذا ما عرف يسوي لي سالفة طويلة عريضة. شوفي التلفزيون منعني إني أشوف. غلطان؟ مكالمات مع أصدقائي منعه. مكالمات وتلفون ذاك شيء زايد عليه أبوي، التلفون زايد عليه البخل. كل ما أدخل البيت يا سعيدة أحس إني داخل في قبر في سجن، أنا خلاص ما قادر. أعرفك يا أخوي فهد، كاربي لك فؤادك، ضار منك غم من حياة ما تبى تدخل البيت. دوك حالتك يا مستو ممتعص ضعفان، ما تاكل شيء، ما تاكل روق في بطنك. لكن أنا أقول يا أخوي يا فهد، أبوي ما يسوي كذاك إلا أظني إنه باغي مصلحتك. باغي مصلحتي؟ هي ظني أنت. هي بس يا سعيدة، أنت ما شايفة إنه ضاغط علي زيادة عن اللزوم؟ هو أنا أقول يا أخوي فهد، من ناحية ضاغط عليك أشوف إنه ضاغط عليك وخانق عليك أيامك وراحتك، لكن أظني أبوي بمصلحتك وراحتك 100% بعده. صدقيني عندي الامتحان التجريبي وما ضامن نفسي فيه أبدا، من كثر ما يجبرنا على المذاكرة وفي أي وقت صرت أتحاشى الكتب. تعرفين الكتب؟ هي معلومة أعرف من؟ صرت أتحاشاها أكرهن يا سعيدة، وأنا على طاولة المذاكرة ما قادر أركز، ما قادر أستوعب أبدا. أبوي عاملني كأني طفل صغير. أما من ناحية أنه يعاملك كما الطفل الصغير، نبونهم الآباء والأمهات يشوفوا أولادهم بعدهم صغيرين صغار، لكنك أنت يا أخوي فهد صرت عاد رجال، وإن شاء الله يوم بتدخل حال امتحاناتك التقريدية وتنتهي على خير بتنتهي المشاكل. تقريدية؟ هي تقريدية. والله ما عارف إيش أقول يا سعيدة، ما عارف. استهدي بالله أنت يا أخوي فهد، ما يهمك ذاكر ولا تخلي فؤادك يكون غايب في الامتحانات، مرة استوعب زي مذاكرتك. أنا أقول أنت خذ أبوي بالتي هي أحسن، سايسة تعلم بمسايسة وخلي أعصابك هادية، وإن شاء الله كل شيء بيستوي على خير. من ناحية تبغى تشوف تلفزيون تعال عندينا وشوف برامج التلفزيون، بغيت تستعمل تلفون ما يهمك تعال، بيت مفتوح حالك وحال حياني، الحمد لله الخير فاضل وسعيد ما عنده مانع. ودروس ما حظنين بعد الأستاذ يقص هذا علي. بس يا عادل صار لك اليوم ما تدخل المدرسة، وبعدين ما أدري. عادل تعال عادل. طبعا هذا الامتحان اختبار تجريبي، من الاختبارات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لتكون مقياس لكم تتعرف فيه أو من خلاله على مستواك العلمي، وأسأل الله لكم التوفيق، وتفضلوا بالإجابة. المدرسة له المدرسة والمذاكرة وبس. والشارع ممنوع. النادي زين ممنوع. زيارة الأصدقاء والمعارف ممنوع ممنوع ممنوع. أريد أعرف المسموح عندك المذاكرة وبس. أنا باغي أعرف أنت ليش تحرمني من كل شيء؟ ليش؟
يا ولدي يا فهد، انا ما احرمك من شيء، لكن انا ابغاك تنجح، ابغاك تذاكر دروسك، انا ابوك يا ولدي واضرب مصلحتك. أنا خلاص انتهيت. خير يا فهد؟ مالك يا ولدي؟ إيش اللي صار؟ أمي ما قدرت أكتب ولا كلمة في الامتحان، ما قدرت حتى أشوف على ورقة الأسئلة. أنا خلاص كلام أبوي والممنوع والمحظور طاردني في كل مكان. ما عليك من كلام أبوك يا فهد، ما يخصك منه، أنت بس تهدي نفسك. إيش أهدي نفسي؟ إيش؟ أنا خلاص فشلت في الدراسة، أنا بترك الدراسة وبشتغل أي شغلة وأريح نفسي. أبوك بيزعل يا فهد، وبعدين تعرف أبوك يبغى مصلحتك، يبغاك تنجح وتدخل الجامعة. أبوك يخاف عليك يا ولدي. خوفه علي خلى الخوف يدخل في كل جزء من جسمي، خوفه علي خلاني ما أحس بنفسي كشخص، ما أحس بكياني. أنا خارج. فهد فين ساير؟ أنا ما برجع لهالبيت يا أمي مرداري أبدا. فهد يا فهد، تود الولادين سار يا ربي، أنا تأم وأسوي مود الحالة. قوم اتصل بسعيدة. هلا هما بخير؟ الحمد لله. ايش فهد من متى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انزين ليش عاد؟ هدي انت يا امي، هدي نفسك، لا تقسي تحاتي، ان شاء الله ما بيروح مكان بعيد ملقاي، ما يهمش. يلا عقب في مالة عشان انا افكر. هي خليني افكر، يلا في مالة. وين يا جبار يا حلوين يا ناجحين وينكم؟ يلا كل واحد ياخذ هديته، هذا الكرة الدولية حسب ما طلبت. وانت يا سميرة هذه ابوي هديتك يا شطرين، بعدها هذه بسمة العلامة الشهرية على اخر السنة، ايش بعطيكم؟ ما يحتاج هدية عاد، ما تتوقعونها. يلا هي سالة روح اقربها، يمكن ما تطلع كرة دولية. يلا خذ لك، ما تطلع كرة دولية، سير قربها سير حمتوت. ها سعيد خير؟ مالك تشوفي كلش تعبانة، خير هيك هناك؟ ايش اقول لك يا سعيد، اليوم يا ابوك مستوية حال هناك في بيت امي. اخوي فهد اليوم صار الامتحان وما جاوب زين، وقعد عاد البيت يهدد ويتوعد، انا ما برجع البيت مرة ثانية، وانا قررت اترك الدراسة، وهذاك هو ما اعرف انسان. وكل هذا علشان الاختبار؟ هو تبى الصراحة يعني ما عشان الاختبار، أبوي هالأيام شوية مضايقنا ويتشكى هو من أبوي أوين، لازم علينا يذاكر ليل ونهار، يبقى صبح وظهر وعشاء، ما يستوي الولد، يبقى يتنفس النفسي مثل هذه الحالات الحساسة تخلي الطالب دائما حيران ومتردد وضايع تماما، أكيد ما يلام الولد. شوف أنت. نعم انزين عاد بالمعنى أنا أقول يعني إحنا لازم يعني نجد حل حال أمي عشان هي قاسة حاتي الحين ولدها. ما يهمك يا سعيدة، ما يصير لك الخير إن شاء الله، وهذا عم مسلوم خليه علي يعني. إيش قلتي يا سعيدة؟ إيش قلتي؟ ما أكتب ولا كلمة؟ ما عليه، خلي بس يجي البيت هنا، إذا ما أرشحب هالعصا إلي يقول سوف ترشحب ذي العصا؟ أنت عارف الأولاد هنا ولا إيش صار فيه؟ إيش يصير فيه؟ إيش يصير فيه بعد سوالي سواها؟ مسود بوجهه؟ عجب بالله عليك، أنا أصرف عليه وفي النهاية يجيب لي ورقة بيضاء؟ هذا ولدش يشتغل في البلدية؟ الولد كل سنة ينجح وزين في دراسته، ما عرف السنة موقع، كنا منك انت ماسك لنا مرة على الوحدة، حاكر انه انا حاكر انه انا ابوه واحب مصلحته، لكن هو رضى نفسه، لكن ما علي هذا النمود، ما علي، خلي بس يوصل البيت، اذا ما ارشها بهالعصا الى يقول سوف. يا وحب وحب من سوافك. حاضر يا ابو حمد، افع عليك يا ابو حمد، افع عليك، تفضل تفضل. لحظه ابو حمد، يا ابو حمد احنا نتمنى ان نكون عند حسن ظنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل تفضل. ايوه ابو حمد، ان شاء الله، حاضر ان شاء الله ابو حمد. نعم اذا بتتكلم عن الفائده بصراحه انا بقول لك يا ابو حمد، اذا شفت الفائده زينه احنا بنتفق على كل شيء، واذا كانت السالفه فيها خسائر فبلاها احسن من الحين، الاول شرط اخر نور يا ابو حمد، هذا كلامنا. نعم. لا 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 لا، ان شاء الله ما بيصير بيننا الا كل خير ابو حمد. حاضر ولا يهمك، ان شاء الله اذا خلاص
أنا أرسل لك المهندس يعاين الأرض وبعدين بخبرك. نعم بخبرك بالنتيجة. حاضر. أي أي يا يا أبو حمد العظيم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب يا أبو حمد حاضر إن شاء الله. إن شاء الله مع السلامة. الله يحفظك. حياك أبو حمد. يا أهلا بي. مرحبا أخوي. أهلا وسهلا. مرحبا. اسمح لي أنا انشغلت عنك شوية في التليفون وهذا. لا ما عليه. الله يكون في العون. الله يسلمك. تفضل عصير ولا شيء تبغي ولا حاجة. أحسنت شكرا ما أعرف شيء. إذا آمر. بصراحة ما يخفي عليك عندنا الحمد لله أراضي كثيرة. أرض في الخوير وأرض في القروم وأرض في كل موقع تحصل أرض ومقاولات. أنت تآمر وإحنا بننفذ. اللي يعجبك من الأراضي هذه أنت عليك تأشر ومساحاتها جيدة ومخدمات متوفرة فيها. بس أنت عليك تآمر وإحنا ننفذ. مشكور. أحسنت ما تقصر. بس أنا المشرف الاجتماعي في المدرسة اللي يدرس فيها ولدك عادل. المشرف الاجتماعي في المدرسة اللي يدرس فيها عادل. نعم يا أستاذ. أنت ما يكفي الرسائل اللي قاعد تطرش وترسلها عند عادل. يعني جايين لهني الله هداك المكتب. وللأسف حضرتك ما لبيت ولا دعوة. حاضر. احنا بنلبي كل دعواتكم واللي يرضيكم بننفذ لكم إياه. كم قيمة التبرع اللي تريدون يا خلفان؟ لا تظن أن الرسائل اللي تجيك من المدرسة مقتصرة علشان التبرع. رسالة الاستدعاء ممكن تكون علشان الاطمئنان عن حالة أمن. أنت ما لبيت ولا دعوة وأنا شفت من واجبي أني أجيك وأكلمك عن ولدك. عليك. تفضل أستاذ. تفضل أنا أسمع. يا خلفان ولدك عادل في الفترة الأخيرة صار يتهرب من المدرسة وقام ما يدرس. وأنا كما تعرف. أفع عليك يا أستاذ. أفع عليك ولا يهمك. علي من أطلع الحين من هالمكتب وروح البيت أتناوله وضربه ضرب وعلمه كيف العلمك. بكرة من أول الصبح شوف أول طالب في المدرسة. علي هذه خليها. يا خلفان ظهر أنك هامل ولدك لآخر درجة. يا أستاذ مشرف الله يهديك. إيش هذا الكلام الله يهديك. أنا هامل ولدي. الحين عرفت ولدك ليش يتصرف ذيك التصرفات. ما يذاكر دروسه ويقوم يتهرب من المدرسة. وكل هذا السبب أنت لأنك أنت ما عارف إذا كان ولدك رسب أو نجح. الشهادات الشهرية توزعت والسنة على وشك الانتهاء وأنت للحين ما عارف شيء عن ولدك. إيش هذا؟ إهمال ولا تقصير منك؟ فعليك. إيش هذا يا أستاذ مشرف؟ أنا جالس أشتغل علشان أوفر له العيشة الطيبة له ولأخوان. ترجع أنت تقول لي إنه بعد أنا مهمل؟ يا خلفان الشيء اللي تقوله طيب لكن ايش الفائدة انك توفر لهم العيشة الطيبة وسلوكيات ولدك تكون غير طيبة. يا خلفان انت عندك مسؤوليات اهم هي رعاية ولدك الرعاية الصحيحة اللي تكون فيها الاهتمام والمتابعة. والله يا أستاذ مشرف بصراحة انا ما اعرف ايش اقول لك. يا خلفان ولدك رسب في هذا الشهر وهذا كله بسبب عدم اهتمامك ورعايتك له. وإذا استمريت على هذه الحالة يمكن بيرسب في الشهر الثاني والثالث والرابع إلى آخره. قول لي في هذه الحالة المعيشة الطيبة لمن تكون؟ لهو؟ يا خلفان اللي أريده منك إنك تعتني بولدك. أقصد بأولادك عموما وتتابعهم المتابعة اللي هم يحسوا مالها بالاهتمام. يا خلفان أنت مقاول وأنت تعرف الأساس أهم شيء في البناية. كل ما كان قوي كل ما كانت البناية تعمر. نفس الشيء بالنسبة لولدك. الفترة السنية اللي مر فيها هي الأساس. يا أما يكون صالح يا أما يكون غير صالح. يا سعيد يا ولدي أنا هذا الولد فهد أحب أصحبه. وما حد شك في هذا يا عمي. بس طريقتك الله يهديك هذه غلط في غلط. كيف يعني غلط في غلط؟ ايش تقصد يعني؟ يعني اقصد اللي مثل فهد واللي مثل شبابه وفي سنه يبغون معامله ثانيه يا عمي. يعني تحسسه انه ما يكون مقيد ومحكور. لا مقيد ولا محكور. هذا الولد في قله ادب. لا يا عمي. يعني مثلا فهد لما يطلب منك شيء تقول له لا. يبغي يروح مكان قلت له لا. يبغي حاجه الفلانيه لا 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 كله لا 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 ما يستوي. اقول يا ولدي فهد ما تبغى تطلع تطلع، تبغى ترجع البيت ارجع، ما هو هذا قصدك انت؟
يا عمي الله يهديك انت بعاد، يعني يا تقيده يا تسيبه مره واحده، ما في حل وسط. في حل وسط، عاملك انسان، عاملك صديق اكثر من ولد. يعني مثل عندك الامتحان اللي مضى هذا، دائما تقول له ممنوع، لا تروح كذا، لا تسوي كذا، لا تعمل كذا، يستشيرك في حاجه، لا لا لا. صدقني يا ولدي يا سعيد، صدقني اني تراني انا ابوه اخاف عليك. من حقك يا عمي انك تخاف عليه، من حقك، لكن في نفس الوقت اعطيه الامان. تو انتو قاعدين تتكلموا ساعتين، تو بدل الكلام هذا اللي ما منه فايده، سيروا جيبوا لي ولدي، دوروا لي اياه. هينك يا فهد، هينك. لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ام سعيده ما شاء الله يهديك، لعن الشيطان، مو تقوم تقيمين عزف البيت واموه. قلنا لسه ولدي شان يرجع، ما يغيب مكان، ما شاء الله يهديك. كيف ما يغيب مكان؟ هينك يا فهد، هينك. ارجع يا ام سعيده، هينك، قومي قطعي لك بالك، لك شيء مكان في شيء. سعيده. نعم. انا ولدي فهد. فهد ان شاء الله بيرجع يا عمي، بس بعد ما يتأكد انك غيرت معاملتك معاه، والامتحان اللي سواه هذاك ترى انتهى، وباقي الامتحان النهائي، وانا متأكد ان فهد بيجتهد وبينجح وبيجيب مجموع زين، بس المهم انت يا عم لا تضغط عليه. ان شاء الله يا ولدي يا سعيد، ما اضغط عليه ما، لكن صدقني يا سعيد يا ولدي، انا بغيت اعوض اللي فهد ولدي فهد، بغيت يرفع راسه قدام الناس، بغيت يتعلم ويجد ويجتهد علشان ينفع نفسه وينفع. وإن شاء الله كل هذا بيكون وبيصير لراد الله يا عمي، لا تخاف. تو انتهين يا فهد. فهد يا عمتي اتصل فيني، والحين هو موجود عندنا هناك في البيت. عندكم؟ هي نعم عندك. فهد من ضم عندك في البيت؟ تو أشيل له كلب، أشيل له وموغب هالعصا إلى 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 الساعة وحو. عمي وبعدين معاك الله يهديك، ترى احنا ايش جالسين نقول؟ نسيت ولدي، نسيت الدودة شوية، لكن ترى ولدي هو حب مصلحته. عادل تعال تعال تعال، لا تخاف، تعال. كيف حالك؟ زين. ها قيد ذاكر يا شاطر يا ولدي. عادل انا قصرت معك كثير، والنتيجه ان درجاتك ضعيفه، لكن اللي ابغيه منك انك تهتم في دروسك في الايام الجايه. زين ان شاء الله. يا ولدي اسمع، اي شيء ما تفهمه تبغى له شرح لا تتردد، تعال لي في اي وقت، في اي وقت، وانا بشرح لك كل دروسك. بس اهم حاجه تكون نشيط في دراستك، وانا ما بكون مشغول عنك ابدا. ابوي ها انا كنت ادور عليك، اليوم حصلتك. يا ولدي ان شاء الله بتحصلني، دائما بكون معك. بارك الله فيك. يا ريتك يا خلفان لو كنت معامل اول كذاك، يا ما نصحتك وفهمتك وكلمتك، لكن الله يهديك انت ما كنت تسمع الكلام. الواحد يا خديجه لما يكون مشغول ينسى نفسه، وما يحس بالضرر الا بعد وقوعه. على كل حال ان شاء الله باذن الله رايح اخصص لهم جزء من وقتي، واجلس معاهم واذاكر لهم ان شاء الله، والله يقدرني على هذا. تفضل عمي تفضل. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. واحد بي. اسف عمي اسف، ما قصدي. سعيد ما قصدي، شيء ما كان فيك شيء، بطني ناطح. يا الله مره بشتك الله يهديك. مالك لك الله يهديك، ده ابغى ولدي وحدي ما طالع عنكم. ما تكبر تنسى، تكبر تنسى يا الله. زوجي علامة ما بعمده شوية الباب. يلا يا سعيد، هلا الله بابوي، مو سويت بكير اسمع نقط عندك شاي مسكين. ما قصدي يا سعيدة، بس ابوك ربش الله يهدي ربش. ما بعمده، ما بعمده باب شيء، ما بعمدك. سلامتك الله يقول. كيف حالك انت؟ خير الحمد لله. كيف حال احبادي؟ خير الحمد لله. والله يسألوا عنك اخو الباب. اشوفك عقب جاي اليوم معنا وحدك. يا نصفك الاخر شريكة حياتك. تقصد مشي؟ هي انا خليتها لك في البيت، خليتها لك بجي. يلا يا عم مش لاعية. يلا حقنا الله اسم الكلام حليل. أقول سعيدة نسيتيني بنتي. علام هنا، أخو هنا ولدي، هنا أحبابي. فهد هنا يسمع لك حسك. وأبوي فهد. تعال أحبابي تعال. يا الله باك في حالك. هل أحبابي استريح.
اسف ابو اسف غلطان في حقك واجد سامحني. يا الله لا تقول كذا يا احبابي فهد. يا الله كيف مصفى يا احبابي. انا شويه قلبي استوى قاسي عليك نعم، لكن ما مني تراني ابوك. ابوك يحبك ويبغى مصلحتك. وتاكد يا ولدي يا فهد، الشهاده لله والشهاده عندي نعم اني ابغاك تكون احسن الاولاد. اي نعم. ولا مقدر ومقدر اللي تبغى تقوله يا ابوي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنك دائما ان شاء الله. ان شاء الله احبابي كيف ابغاك ولدي. ما عرفني كان في حلم ولا في علم واشوفه. لا يا سعيده انت في حقيقه ما في حلم. ايه المعنى يعني خلاص ابوي تفهم وضع اخوي فهد وما قاعد يعودها وينازعه؟ لا، وفهد بعد ايضا فهم سبب تصرف عم سلوم معه. وفي تربية الأولاد والمعاملة يا جماعة الإنسان أحيانا الشيمة الشيمة أبو فرحان الشيمة. أنا دي المرة أقول عن فوادي هي غالية غالية والطلب رخيص. قول يا سعيدة قول. أقول لا سعيد أبو مهدك انتو سعيدة. سعيد خير لكن بذاك الله يهديكم تو انتو قاسم تتعازموا على كلمة واحد منكم يقولها ويخلصنا. أنا أقول قولوا ان الانسان يجي له الدودة وبس. الله يهديك يا عمي انت عاد قلتها. يا الله استعجلت سعفو. الله يهديك انت تغاشل في الحكي لو خليتني اقولها انا. لا حول ولا قوة. اقول سعيدة يا. الانسان شيء الانسان احيانا يجي له يتدودة.